فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بقوله سبحانه أو ما ملكت أيمانهم؟ هل يوجد الآن، وهل يوجد الآن ملك يمين؟ وهل للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربعة منهن بملك اليمين؟ ملك اليمين لا حد له، لا حد له، تجمع بين أربعة وأكثر من أربعة، إنما النكاح لا يجوز أكثر من أربعة. أما ملك اليمين فلا حد له، وكونه موجود الآن الله أعلم، لا أنفيه ولا أثبته، لا أدري. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.